باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إعلان من جمعية مرميخة الخيرية في مشقة، انتقل إلى رحمة الله السيد جورج بطرس دمان في العراق، والمرحوم هو زوج السيدة ماري غازة ووالد كل من ليث لؤي مهند ومي وأخ كل من غانم صباح زهير نجاة، والمرحومين سعيد وديع وديعة وحازم دمان. سيقام القداس الإلهي على روحه الطاهرة يوم غد الثلاثاء المصادف 26 حزيران 2018 في كنيسة ماريسوس الكلدانية تروي الساعة 10 صباحا، وستقبل التعازي من قبل ذويه في قاعة الكنيسة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 8 مساء. الراحة الأبدية أعطه يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليه آمين.